هل الإصرار على الصغائر يعتبر كبيرة؟ لا، صغيرة بعد صغيرة تصل إلى الكبيرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. لكن مثلا تأخذ حكم الكبيرة؟ لا لا. نظر إن شفاه الله أن يذبح شاة، هل له أن يأكل منها هو وأهله؟ إذا كان نظر مجرد النذر فله أن يأكل، لكن إذا قال هي للفقراء فليس له أن يأكل.